السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو موضوع المس العاشق العاشق أو الجني العاشقة التي تعطل الزواج سنين، والعاشق كذلك الذي يعطل الزواج سنين ويصرف الخطابة سنين. تابعوا حتى إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا اليوم بإذن الله هو موضوع المس العاشق الذي يعطل الزواج سنين ويصرف الخطابة سنين. هناك بعض الإخوان أو الأخوات يشتكي بأنه يذهب إلى الرقية هنا وهناك ولا يشعر بأي شيء، لا يحضر المس العاشق، أو ربما يشعر بالألم فقط في جسده، أو يشعر بالدوخة، أو لا يشعر بشيء، إنما تنميل خفيف أو رفرفة هنا وهناك في الجسد. وقد يكون هذا المس العاشق سكن منذ 20 سنة أو 30 سنة في الجسد ولا يحضر بكل سهولة، أو قد لا يتكلم. لذلك إخواني أخواتي، قد يكون هذا المس العاشق سكن في الجسد منذ 20 سنة 10 سنين 15 سنة، قد يتقوى بالغفلة عن ذكر الله، قد يتقوى بالتبرج الذي تفعله بعض الأخوات البنات، وقد يتقوى كما قلنا بالغفلة عن ذكر الله وقطع الصلاة. فكل هذه الأشياء أو سحر قوي أو سحر مدفون أو سحر مرشوش ومأكول قديم، أو قد يتقوى بالعين القوية منذ الصغر. لذلك كل هذه العوامل تقويه. ثم ماذا؟ أن هذا المس العاشق يحب هذا الجسد ولا يحضر لك بكل سهولة، رغم أنك قرأت عليه نصف ساعة أو ساعة، رغم أنك تقرأين سورة البقرة لمدة 4 شهور و6 شهور، ولا يحضر هذا المس العاشق إلا إذا اكثرت واجتهدت كثيرا، أو ربما يأتيك في النوم فقط وتراه يعني في صفة الحيوانات إلى غير ذلك من الأمور. أو قد يصرعك عندما تقرأين الرقية في نفسك، ولكن عندما تذهبين إلى الراقي يتحصن هذا المس العاشق. ولكن بإذن الله تبارك وتعالى سأعطيكم طريقة لإحضار هذا المس العاشق للذين لا يحضر لهم. بعض حتى الشباب يقول لك العاشقة مختبئة في جسدي ومتحصنة إلى غير ذلك من الأمور. كيف ستحضر هذه العاشقة بإذن الله تبارك وتعالى، أو هذا العاشق بكل سهولة في جسدك بإذن الله تبارك وتعالى؟ فإذا قرأت القرآن بعد غدا أو بعد غد فسيتعذب أكثر من الذي كان. فالأول كان مختبئ، وإذا قرأت عليه القرآن تشعر بالتنميل والرفرفة إلى غير ذلك من الأمور. أما إذا أحضرته أول مرة وتعذبه بعد ذلك فسيتعذب عذابا شديدا بإذن الله، وستأثر بالقرآن لأنك فضحته في الجسد وعرفت علمه وعرفت 100% أن عاشقا في جسدي. لأن بعض الناس ما تثق، ولو قلت أن عندك أعراض المس العاشق وفيك عاشق أو فيك عاشقة، فإنه لا يثق في هذه الأمور لأنه لم يرها بعينه أو لم يشعر بها في جسده، وقد هو لا يؤمن بهذه الأعراض لأنه لا يعرف مداها أو لا يعرف معناها كليا. لذلك فدائما الشيطان يوسوس له في عقله، يقول ليس فيك عاشق، إنما هذا وسواس، هذا مرض نفسي، هذه عقد، هذه صدمة عندك، هذا كذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور. فهو لا يثق في هذه الأمور حتى يتأكد. إخواني أخواتي، بالنسبة للأخوات عليكن بإذن الله تبارك وتعالى أن تقرؤون شيئا من القرآن، ساعتين أو نصف ساعة أو على الأقل ساعة من القرآن أو سورة البقرة أو ما تستطيعون من الورد إلى غير ذلك من الأمور، ثم تغلقين عينيك وتقولين بسم الله يحضر كل عاشق عطل الزواج سنين وصرف الخطابة سنين. بسم الله يحضر كل عاشق عطل الزواج سنين وصرف الخطابة سنين. أو تقول بسم الله يحضر كل عاشق يعشقني وعطل الزواج لي سنين وصرف الخطابة لي سنين. لذلك بإذن الله تقولينها 20 مرة، 30 نصف ساعة أو 20 دقيقة أو ربع ساعة أو 5 دقائق حتى يحضر العاشق. فقد بإذن الله تبارك وتعالى لا يحضر بسهولة، فإذا أردت أن يحضر بأكثر من السهولة بإذن الله تبارك وتعالى تفعلين هذه الطريقة ليحضر بكل سهولة بإذن الله. تفعلين الطريقة أو تفرقين الأصابع هكذا، ثم تقول بسم الله يحضر كل عاشق عطل الزواج سنين وصرف الخطابة سنين، وتكررها بإذن الله فسيحضر بكل سهولة بقدرة الله. وأغلق عينيك كما اتفقنا. كذلك بالنسبة للإخوان للشباب أن تقول أن تغلق عينيك كما قلنا، وتقول بسم الله تحضر كل عاشق عطلت الزواج سنين وصرف الخطة وصرفت الخطابة. تقول بالنسبة للشباب يقول بسم الله تحضر كل عاشق عطلت الزواج سنين. أغلقت محمد فيه، تقطعه ولا شنو؟ تقطعه.
بالنسبة للشباب أن تفعل بيديك هكذا وتقول بسم الله تحضر كل عاشقة، عطلت الزواج سنين، عطلت الزواج سنين وصرفت عني البنات سنين، وصرفت عني البنات سنين، كلما أراد أن يخطب يعني تذهب يعني لا تلتفت إليه البنات إلى غير ذلك من الأمور، يعني قد يمقتونه يحتقرونه قد يكرهونه، لذلك تقول بسم الله تحضر كل عاشقة عطلت لي الزواج سنين، بسم الله تحضر كل عاشقة عطلت لي الزواج سنين. ولكن عليك أخي الشاب أن تفعل هذه الطريقة بعد أن تقرأ وردك من القرآن كي تفتح العقد ويذهب تحصين العاشقة في الجسد، لأنها قد تكون عاشقة ساحرة ولا تحضر لك بهذه السهولة. أما إذا أنت كنت الآن تسرع إلى غير ذلك الأمور وأتعبك هذا العاشق أو هذه الجنية العاشقة وعذبتك سنين وتريد أن تخرج بإذن الله، فما عليك إلا أن تقول هذه الطريقة بإذن الله تبارك وتعالى، أن تقول هذا الدعاء بعد أن تقرأ برنامجك من سورة البرج 100 مرة أو سورة ياسين أو سورة قاف أو كل البرامج التي وضعتها في قناتي، بعد أن تداوم على برنامج وتفعله في الأخير تقول بسم الله، تمد يديك بإذن الله تبارك وتعالى هكذا وأقدامك تقول بسم الله تخرج كل عاشقة معطلة ومانعة للزواج، بسم الله تخرج كل روح خبيثة عاشقة معطلة ومانعة للزواج، تقولها بإذن الله 10 دقائق أو نصف ساعة حتى تشعر بها، فإذا تشعر بها تذهب إلى يديك وقدميك فاعلم أنها ستخرج بإذن الله تبارك وتعالى، قد تمسكها العقد، قد يمسكها العشق في الجسد، ولكن قد يمسكها العشق في الجسد، ولكن إذا استمررت بهذه الطريقة فستغلبها بإذن الله الواحد القهار، فسينصرك الله نصرا مؤزرا ولو بعد حين، لأن الله ينصر عباده المؤمنون ويرعاهم ويحرسهم بعينه التي لا تنام. لذلك بالنسبة للأخوات فعليك أن تفعلي نفس الطريقة للرجال، تقول بسم الله تخرج كل روح خبيثة عطلت ومنعت لي الزواج سنين، أو تقول بسم الله تخرج كل روح خبيثة مانعة ومعطلة للزواج، بسم الله تخرج كل روح خبيثة مانعة ومعطلة للزواج، بسم الله تخرج كل روح خبيثة مانعة ومعطلة للزواج، أو تقول لها بسم الله تخرج كل عاشقة مانعة ومعطلة للزواج وتخرج من أصابع اليدين والقدمين. فقد تخرج إذا استمرت بهذا الدعاء، إذا عدبتيها بعد البرنامج الذي تعذبين به هذا العاشق أو هذه العاشقة فقد تخرج وترتاحين وإلى الأبد وتشعرين بالأمان والطمئنان. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لك الزواج وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.